أصعب حاجة في الاختيارات هو إزاي تختار شريك حياتك للبنوتة وللراجل. احنا ما بنتكلمش في سن معين، احنا بنتكلم من أول 18 سنة لحد ما يوصل، في ناس بتتجوز وهي كبيرة 60 سنة، فاحنا بنتكلم للأعمار كلها. إزاي أختار شريك حياتي؟ اعرف الاول، اقعد بيني وبين نفسي واعرف انا عايزه ايه. هدفي من الجواز ان انا سني كبر وهوصل سن العنوسه، هدفي من الجواز ان انا يبقى عندي عيله، هدفي من الجواز ان انا زي بنت خالتي وابن خالتي متجوزين. هو دي النقطه اللي انا اقعد فيها بيني وبين نفسي واعرف انا ايه، انا من جوه ايه. في اربع انواع للشخصيات. هتقولي لي ايه هما يا امل الاربع شخصيات؟ الاربع شخصيات، في نوع اللي هو رومانسي، ده طبعا للبنوتة وللراجل. طبعا احنا بنطلق من اول 18 سنة فهو راجل، والعقلاني والاجتماعي والجسدي. هتقولي لي يا امل الاربع شخصيات دول اقدر ازاي اعرفهم؟ اقعد الرومانسي اهم حاجه عنده هي الرومانسيه، ان هو بيحب بقلبه. بالنسبه له الحب، لو احنا هنتكلم عن الحب هنبقى محتاجين كلام كتير. في ناس تقول لك لا، انا بالنسبه لي اهم حاجه الحب. الحب هو ورده ما بتتاثرش بفصل الخريف ولا فصل الشتاء. الحب ملوش عمر. ده اللي هو الرومانسي او الرومانسيه، اللي هي بتفكر في اول حاجه قلبها يدق. هتقولي لي قلبها يدق من غير عقلها، ده النصيحه اللي انا بقولها لكم، اللي هو قلبك يدق بس من غير عقلك ما ينفعش. احنا دلوقتي اختلف المفهوم دلوقتي غير زمان. زمان كانت هي مجرد انها بتتقبله بيتجوزوا خلاص، والحب بيجي بعد الجواز. دلوقتي تقولي لا، انا مش عايزة الحب يجي بعد الجواز، انا عايزاه يجي قبل الجواز. ده اللي هو الرومانسي. العقلاني اللي هو كل حاجة بيفكر بيها بالورقة والقلم، ده النوع العقلاني اللي هو بيفكر لقدام على المدى الطويل. هتقولي لي طب ما هو ده نوع ناجح، كل حاجة، كل عيوب، كل مزايا سوري لها عيوبها. احنا ما نقدرش نقول ان العقلاني ده صح او الرومانسي ده صح. هنعرف طبعا الرومانسي والعقلاني ونديكوا النصايح في اخر الحلقة بتاعتنا. هنتكلم بعد كده الجسدي. هتقولي يا امل الجسدي ده يعني انت بتتكلمي على الجنس؟ لا، انا مش بتكلم على الجنس يا جماعة، انا بتكلم هي شعرها عامل ازاي، هو عينيه لونها ايه، هو بادي بيلدينج ولا لا، هو قصير ولا طويل، هو شعره اصفر ولا شعره اسود. هو ده الجسدي او هي دي الجسدية. فده ما بيملاش عينيه ولا بتملى عينيها اي واحد ولا اي واحدة. ليه؟ عشان مع السوشيال ميديا واللي احنا عايشين فيها والميديا، فده دلوقتي بقى انبهار، بقى بيشوف الفنانين وبيشوف ناس اعلانات، وهي كمان نفس الحكايه
فبتتطلع انها يبقى ما بيملاش عينيها واحد او ما بيملاش عينيه واحده. النوع الرابع اللي هو الاجتماعي. ايه هو الاجتماعي؟ اللي هو لما بيجي يرتبط او بيجي ياخد قرار ما بياخدهوش من دماغه، بياخده من اراء اصحابه، اراء اهله، اراء مامته وباباه. فهي دي الاربع انواع بالنسبه للبنوته. البنوته احنا متفقين ان هي من اول سن ما هي صغنانه خالص، ما بتوصل 5 سنين لحد ما بيبقى عندها 100 سنه. والجنتلمان طبعا او الراجل من اول 18 لحد ما بنوصل بالعمر الى ما لا نهايه. هو ده اللي عايزه اقوله عن الاربع انواع في شريك الحياه. لازم تعرفي وتقعدي بينك وبين نفسك، انا عايز ايه، انا محتاجه ايه. في نقطه مهمه اللي احنا بننساها دايما، الدين. هتقولي لي الدين، هقول لك اللي هو ده جزء برضو مهم. في ناس هتتقبل الموضوع وتقول لا انا مش هرتبط بواحده غير محجبه. انت عرفت من المحجبه دي من جوه هي ايه، فتقعد معاها وتعرفها. ما تقولش انا بدور على الدين بس. الدين مهم، بس ان انا اعرف الشخص من جواه. النصايح اللي امل بتديها او رؤيه أمل سبح هي بتقول أما تختاري ما تختاريش بقلبك بس، اختاري بقلبك وعقلك. وهي دي كانت نصيحتي ليكو من أمل سبح ورؤية أمل سبح.